سيد الرئيس استقبل بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل الرئيس التونسي قيس سعيد، وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى وكمان زيادة التشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وحرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي. السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، كما تم التأكيد على ضرورة التوافق بين جميع الأشقاء الليبيين على إجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي وتحقق وحدة الليبيين.